لجنة متابعة نتائج الحوار الوطني تستأنف جلساتها بنواكشوط. تضم اللجنة أطرافا معارضة وموالية. على أجندة هذه الاجتماعات تسريع تنفيذ مخرجات الحوار الذي انعقد سبتمبر العام الماضي. تشمل نتائج الحوار تعديلات دستورية عبر استفتاء شعبي يلغي مجلس الشيوخ ويغير العلم والنشيد الوطنيين. أرى أن عزم الحكومة تمرير التعديلات عبر مؤتمر برلماني بدل الاستفتاء كاد يعصف بنتائج الحوار. طريقة المؤتمر البرلماني وهي طريقة الاستفتاء على الدستور من قبل الشعب، وكلاهما جائزة وواردة وقابلة لأن تطبق. نقاط عديدة شملتها مخرجات الحوار أثارت الكثير من الجدل، خاصة في أوساط المعارضة التقليدية التي قاطعت الحوار ووصفت نتائجه بالمسرحية. المعارضة ردت على كل دعوات الحكومة باستنفار الشارع الموريتاني ضد ما تقول إنه انقلاب على الدستور. نحن جادون في ما نصب إليه من حوار، لكن الحوار الذي سيخرج البلاد من الأزمة، أما الحوار المهزلي الغير جاد الذي يخدم أجندات خاصة فنحن لا نقبله، وأكبر دليل على أن النظام غير جاد لأن هذه المخرجات التي ينوي إخراجها المخرجات المهزلة لا تمت إلى هذه الأزمة بصلة، وبالتالي نحن ماضون في نضالنا من أجل إسقاط كل المحاولات التي لا تخدم المصلحة الوطنية والتي لا تخدم الديمقراطية والتي لا تحلحل الأزمة السياسية. بات من شبه المؤكد وفقا للمراقبين هنا تمرير مخرجات الحوار بما فيها التعديلات الدستورية عبر مؤتمر برلماني لتكلفته الأقل وسرعة الإجراءات المصاحبة له، في حين ينتظر الشارع الموريتاني أجوبة لإشكاليات تتعلق بنظام الحكم في موريتانيا بعد التعديلات الدستورية المؤسسة للجمهورية الثالثة.